السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة معنا فيديو جديد وخبر جديد، وزي ما متعودين هنصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اخر تطورات الفنانة دلال عبد العزيز وليه ايمي سمير غانم ودنيا سمير غانم فرحانين، وايه الاخبار المفرحة اللي اعلنوها على صفحتهم الشخصية ايمي سمير غانم ودنيا سمير غانم وحسن الرداد ورامي رضوان، ده كله هنعرفه مع بعض في الفيديو بتاعنا. بس يا ريت قبل ما ندخل في تفاصيل الفيديو، يا ريت ما تنسوش تدعموني باللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ندخل في تفاصيل الخبر بتاعنا. امبارح كان تاني جمعه على رحيل الفنان سمير غانم، ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه. طبعا راحت ايمي لزياره المقابر زي ما راحت الاسبوع اللي قبله، وطبعا الصحفيين صوروها ودخلت قرت الفاتحه لباباها وطلعت اللي فيه لله على رحمه ونور على باباها. ونفس الوضع دنيا سمير غانم برضو راحت وطلعت رحمة ونور على والدها، وقعدوا شوية في المقابر وبعدين مشيوا. طبعا طلعوا من هناك راحوا على المستشفى عند دلال عبد العزيز اللي هناك. بقى كانت المفاجأة الكبيرة لما راحوا المستشفى وبدأ الدكتور يقول لهم ان الحالة بدأت تتحسن. اي نعم هي مش اتحسنت للدرجة النهائية، بس هي بدأت تتحسن ولو ببطء شديد. وده اللي اعلنت عنه الفنانة ايمي سمير غانم ودنيا سمير غانم، وكمان نهال عنبر اللي طلعت وقالت ان الحالة بتاعت دلال عبد العزيز بدأت تتحسن ولو ببطء، بس هي الحالة الحمد لله بدأت تتحسن، وان شاء الله بإذن الله قريب جدا الحالة هتستقر وهترجع لبناتها تاني بالسلامة وترجع لبيتها وتقعد مع اولادها. واكيد ده خبر يفرحنا كلنا. الفنانة دلال عبد العزيز من الفنانات المحترمات جدا، ربنا يا رب يشفيها وترجع بالسلامة لبناتها. وكمان عمرو سعد اللي كان بيدعي لها وكان مبسوط جدا لما راح وشافها. اي نعم هو زعل لما شافها في الحالة دي، بس كان فرحان ان هو راح واطمن عليها، وقال انا فرحت جدا ان انا اطمنت عليها، بس زعلان جدا لما شفت دلال عبد العزيز في الموقف ده، لان انا بعتبرها امي التانية وربنا اللي يعلم غلاوتها قد ايه، وفي مشاعر وعواطف بتربطني بيها وبعتبرها كأمي بالظبط، لانها فعلا ونعمة الام وبتحترم كل اللي بتشتغل معايا، وانا هي ليها فضل عليا كبير. وكمان اشتغلت معايا اخر عمل لينا كان مع بعض هي ملوك الجدعنة، وهي كانت معايا وكانت بتعتبره زي ابنه وكانت دايما بتدله على الحاجة الصح. طبعا الفنانة دلال عبد العزيز من الناس المحترمة جدا، وطبعا كان محطوط على الأوضة بتاعتها، قال الحاجة اللي وجعت قلبي لما دخلت المستشفى ولقيت مكتوب في الأوضة بتاعتها على باب الأوضة المريضة لا تعلم شيئا عن زوجها، بيقول الكلمة دي قطعت في قلبي، ان دلال عبد العزيز اللي كان فيه بينها وبين سمير غانم قصة حب طويلة وياما حكوا عنها، ان هي ما تعرفش ان جوزها توفى وان هو اندفن وان هو عدى على وفاته اسبوعين، وده كله هي ما تعرفش. طبعا ربنا يرحمه. طبعا لو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت ما تنسوش تدعوا للفنان سمير غانم بالرحمه، ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه ويجعل مثواه الجنه. وكمان كلنا ندعي بالشفاء للفنانه دلال عبد العزيز، فنانه محترمه جدا كل الناس بتحبها، لانها كانت دايما مع القريب مع القريب والغريب، بتقف جنبه، كانت بتقف جنب الكل وتساعد الكل في الفرح وكمان في الحزن، ما كانتش بتسيب حد. ربنا يشفيها يا رب شفاء لا غادره وسقما، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها شفاء عاجلا من عنده. طبعا لو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت لايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اترككم في رعايه الله وامانه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.